عندنا وافد جديد تم التعاقد، هل ما كانش ليه مواقف؟ لا كان ليه مواقف، ولا يا فادي؟ لا ليه مواقف من الطرفين، ومواقف واضحه ومواقف صريحه. ونفس الموضوع في وقت ما كانت العلاقه مختلفه، وعايزين نقف عندها تاني، كانت العلاقه مختلفه على مبادئ وليست مواقف ولا بطوله، ولا هي مجرد مدير فني مشي. كنت من حيث المبدا مختلف، وما عرفناش لحد دلوقتي ليه المبدا اتغير. نطلع ونشوف اول فيديو. مش عارف عيل تافه اسمه مسمي نفسه مش عارف عفيف في ايه، عفيف ده كان عشان يشتغل تمام بيقعد يتريق ويهرج ومش عارف ايه. يا ابني دول زملكاويه؟ انتوا زملكاويه؟ انتوا انا بسؤال، انتوا زملكاويه؟ هو فعلا بطل ينتقد، دي حقيقه، بس لسه معانا كمان يا احمد اللي باين الحقيقه بشكل اكبر. ما لازم بس ناكد على الفكره دي، عشان البعض بيقول انا كنت بقول لا هنا عشان كانت المواقف مختلفه والحقوق مهدره، فبالتالي انا بقول اه دلوقتي. لا انت لك مواقف نقدر نسمعها دلوقتي. الاخر في حاجه اتمنى ان انا اوجهها للمستشار مرتضى منصور. من حق المستشار مرتضى منصور انه يكون عنده خلافات مع اي حد، هو حر. مش عاجبني فلان، مش مصدق فلان، انا شايف ان فلان ده نيته سيئه، انا عايز اعمل مشكله مع فلان او اختلف مع فلان، براحته. ولكن قناه اليوتيوب الرسميه المملوكه لنادي الزمالك هي بتاعه نادي الزمالك مش بتاعه حد، فما ينفعش قناه نادي الزمالك الرسميه على اليوتيوب ينزل عليها فيديو في مونتاج في انتقاص او اهانه لاكس او واي او زد، خصوصا ان كلهم من ابناء نادي الزمالك او حتى من ابناء اي نادي تاني. دي قناه النادي الرسميه دي المفروض اللي فيها الارشيف بتاع كل النادي. فالمستشار مرتضى منصور عايز يختلف، انا شايف ان طبعا حقه، طبعا محدش يقدر ينكر عليه كده، بس عايز يعمل حاجه على يوتيوب مثلا ينزلها يعرضها يهاجم فيها حد، ممكن برضه يعمل كده، يعمل تشانل اسمها مرتضى منصور، يعمل تشانل يقول فيها اللي هو عايزه، بتاعتي انا حر، محدش ليه حاجه عندي. لكن تشانل الزمالك الرسميه على يوتيوب مش المفروض ابدا 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 انها تبقى ساحه معركه بين اطراف، منهم واحد هو المتحكم في القناه فبيهاجم من خلالها افراد تانيين. لكن قناه الزمالك الرسميه تبقى مع ضد بالشكل ده، ما اعتقدش ابدا انه ممكن يكون مرضي لاي حد بيحب نادي الزمالك. يا نهار ابيض، ده على قناه الزمالك على اليوتيوب وبتقول كل ده يا راجل يا راجل. امال القناه اللي شغال دلوقتي اللي حركت خلاص مضيت وخلاص من يعني اول سبع متواجد، يعني بتقول لو ليك معارك شخصيه خد في اليوتيوب، ما بالك بقى اللي هي سطرت ومنتشره وتدخل كل بيت، موقفك ايه؟ وما تقوليش بقى اصلا هيكون ليا منهج مختلف، ولا انت معترض من حيث المبدا كرئيس نادي الزمالك عندك خلافات مع حد منتمي لنادي الزمالك او بكلامك منتمي لانديه اخرى، ما ينفعش يستغل المنبر بتاع قناه الزمالك على اليوتيوب، ما بالك قناه الزمالك على السطرات اللي بتدخل كل بيت. ده كان في وقت تاني بقى مختلف، الكلام يعني ده كان في وقت تاني قبل النسخه الجديده من التفكير الجديد من العلاقات الجديده. نروح بقى لفيديو برضو واضح جدا وبيتكلم في مبدا كيف كان يرى العلاقة بين رئيس النادي وبين النادي وجمهوره. نطلع ونتفرج. تمام، وهي دي المعضلة بقى اللي انت موجود فيها النهاردة. الراجل ده مقتنع ان اللي هو شايفه بس هو اللي صح ولازم يمشي بيه. طيب الراجل ده لما يجيب مدرب، احنا لازم نتكلم عن فكرة المدربين اكتر حاجة. الراجل ده لما يجيب مدرب انت عندك اختيار من اتنين، اما ان المدرب هيتكعبل في البداية ودي شيء طبيعي جدا بيحصل لكل الناس في العالم، فهو مش هيصبر عليه ويمشيه. في مشكلة تانية بقى، ان المدرب ينجح. المدرب لو نجح الناس خطر. هتحبه ده خطر، الناس لو حبته دي مشكله كبيره جدا. ما ينفعش حد يتحب غيري، دي ازمه معضله جباره. صحيح. ما ينفعش حد يتحب غيري، فانا ازاي نقدر نوصل لتوليفه لشخص ينجحك من غير ما هو الناس تحبه؟ دي مش عارف نجيبها لك منين. خد بالك موضوع ما حدش يتحب غيري، دي برضه دي تفصيله مهمه جدا. دي مرعبه، هي كل رموز الزمالك انت مخلص عليها. مرعبه مرعبه، رموز الزمالك اللي عايشين والميتين مخلص عليها. الموضوع بيمشي في اتجاهين، في اتجاه الحاضر ان ما حدش النهارده يتحب غيري. طب لو في حد امبارح كان بيتحب غيري، لا لازم نطمس الاسم ده ولازم نشوه سمعه الاسم ده. صاحبي هو عايز تاريخ الزمالك يتكتب من اول يبدا من عنده وينتهي عنده. ايوه تمام يا عم، طب ما تشتمش الناس، يطلع يشتمهم في نفس اللحظه. ايوه اشرب من البتاع الحراره، اطلق الشعار يعني وخلص الموضوع فعلا يعني. فانت بتتكلم، انا كل ده ما اتكلمتش عن اللعيب الحلو واللعيب الوحش والمدرب الحلو والمدرب الوحش، انا بتكلم عن تركيبه شخصيه نفسيه فريده من نوعها تماما
والتعامل معاها والتعامل معاها شبه مستحيل. انا في وقت من الاوقات كنت تخيلت ان ايه في بعض المداخل وان كانت ضيقه لا حتى المداخل دي غير كافيه وفي لحظه هتلاقيها في لحظه هتتسد. النقطه الثانيه بقى وهي مرعبه جدا ان تشعر فعلا احيانا الراجل ده بيفكر ان هو يخطفنا يعني هو يعني هو خاطف النادي وخطفنا. ايوه لو نفع هيعمل كده. طب في انتخابات مين اللي داخل؟ اكس ده كذا وكذا 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 وكذا. طب مين داخل؟ طب مين بيدعمه؟ حتى لو لم تسول له نفسه انه يدخل لا بس بيدعمه ده فلان وفلان وفلان. ما فيش انا بس القديم ما في الماضي ما فيش المستقبل ما فيش الحاضر ما فيش انا فقط. لما تلاقي بقى في وسط كل ده في حد بيدعمه في حاجات هو عملها. ولما بقول لك برضه تراجع على نفس الفكره فكره انت اسير تجربتك الشخصيه لو الحاجه دي عملها لك انت بترجع في الاخر تكذب كل الناس بتصدق دي. طارق يحيى لعيب عظيم جدا جدا حط نفسه حاليا في كورنر صعب قوي زي بالظبط انت بقى قاعد في اوضه مدوره وحد يقول لك اقعد في الركن. ده اللي هو في الموقف ده الموقف اللي هو فيه دلوقتي. توقعاتك ليه ولا علاقته برئيس النادي؟ اتمنى له التوفيق اتمنى له التوفيق لكن علاقه في الاوضه المدوره اللي هو فيها علاقه هي. اي انسان برئيس النادي تنتهي بانك بتقعد في الركن فعلا. انت بتلاقي ركن في اوضه مدوره. عفيف اتخطف يا رجاله هو ده الشعار بتاع الفيديو. ولا عمل ايه؟ لا القعده اللي في الركن في الاوضه المدوره. لا ده انت عالمي اقسم بالله انت عالمي. اطلع اتكلم في الفكره اللي كانت عندك فيما يخص ان تاريخ النادي ابتدى عندك الرموز اللي رحلوا كلهم انت موقفك منهم كذا. اتكلم في فكره ان قناه الزمالك ما يتمش الاساءه من خلالها لحد. ولو طلعت يا عفيفي قدمت برنامج احنا مش هنتعامل مع اي جهه اعلاميه تاني. احنا بنقول لك اهو بس ارجع واقولها لك لا عالمي 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 بجد يعني. هو بص انا والكلام شغال كده وفكره احرق ما قبل واحرق ما بعد والمختلف والمدعم شكيت جبنا فيديو غلط وايه يقول لك ايه ده وفي واحد جنبه قلبه بيدعمه نعم. فطبعا انتظروا الاستاذ احمد عفيفي اسما في دور الاستاذ احمد صلاح السعدني فنا. ولكن لو انت هتقول ان انا ممكن اقدم محتوى مختلف فهنقول لك لا كان غيرك اشطر لان كان غيرك الكابتن كريم حسن شحاته كان له تصريح جدا تقريبا ما كملش في القناه اسبوعين عشان جاب حكم قال ان الهدف ده لصالح النادي الاهلي صحيح ومفيش خطا تحكيمي. فنطلع نشوف الكابتن كريم حسن شحاته ورساله من كلام كابتن كريم حسن شحاته لاحمد عفيفي اسما. وانا طالع في قناه الزمالك مش عشان اعمل توجيهات رئيس نادي الزمالك، رئيس نادي الزمالك من اول يوم بيبعت رسائل وقول كذا وما تقولش كذا وطبعا ما هو ما بيقدرش يوصل لي غير عن طريق الرسائل. تمام. اجي اتكلم على كابتن حلمي طولان مثلا اقول ده كسب مع نادي امبي وحاجه جميله والكابتن يقول لي يروح بعت لي رساله ما تتكلمش عن حلمي طولان ده متخانق معايا. فلقيت الموضوع كل يوم بقول حاجه ما تقولش قول ما تقولش حد مختلف مع رئيس النادي فالمفروض انا ما اقولش اسمه في القناه. ما هي القناه المفروض ان نادي الزمالك مش قناه لشخص. تمام. صح؟ مظبوط. فبحاول اعمل شغل كل يوم بلاقي ضغوط غير طبيعيه غير طبيعيه وتلكيك طبعا للصبح وانا الحمد لله ايه يعني ما اي ضغوط ما بتفرقش معايا انت عارف. من اليوم الاول احنا بقى لنا قد ايه يعني في القناه؟ من يوم 22 يناير ما عداش اسبوعين تقريبا. انا عملت 6 حلقات فاهمني؟ مش عايز اقول لك كميه الضغوط وكميه الرسائل وقول كذا وما تقولش كذا وانا مش بشتغل في قناته مش القناه بتاعته هي قناه نادي الزمالك. قناه اللي انا مش لازم اتعامل مع مصالح رئيس نادي الزمالك ايه واعمل زيها. انا احترم شغلي جدا احترم المشاهد جدا عمري ما هغير شخصيتي ولا هغير ولا هنافق ولا هطبل لحد ولا هشتغل لحساب حد انا بشتغل لحساب المشاهد لحساب الناس اللي انا بتعامل معاهم والشركه اللي انا متفق معاهم على السيستم مش هطلع اشتم حد. تمام. عشان حد عايزني اشتم حد لمصلحه حد انا بتعامل باحترام من ساعه ما بدات في الاعلام ولغايه ان شاء الله اقعد في البيت ما عنديش مشكله خالص. لا ابدا بالعكس خالص. بالعكس ما ينفعش ابدا لكن عمري ما هغير شخصيتي حتى لو في قناه الزمالك، قناه الزمالك فوق دماغي، جمهور من رئيس الزمالك تلكيه خلاص هو عشان لقى كريم مش متجاوب معاه في اللي هو عايزه وان هو عايز لازم انا اقول له اشتم فيشتم كريم يشتم انا ما بعملش كده، انا مهما مين ضغط عليا انا بتعامل بضمير. تمام. بتعامل مع ربنا في اللي انا شايفه وبقوله، عمري ما هغير ولا هنافق ولا هطبل. عمري ما هغير ولا هنافق ولا هطبل وبحترم كل الناس ومش هيتقال لي اشتم فلان فهشتمه. وبالتالي الكابتن كريم حسن شحاته بتاريخه الاعلامي قعد 6 حلقات فقط لا غير. وارد جدا تقول هو انت بتحكم قبل ما اقعد ما يمكن يا اخي بعد حلقتين ازهق وامشي. لا
انت وافقت وانت عارف علم اليقين يمكن كابتن كريم حسن شحاتة كان جاي في البداية فما كانش عارف ان الكلام ده هيبقى متابع في قناة نادي الزمالك، لكن انت جاي بعد ما شاهدت التجربة بعينك وشاهدت المداخلات وشاهدت الإساءات وشاهدت الرئيس نادي الزمالك بيتكلم عن معارك شخصية من خلال قناة نادي الزمالك وانت كنت معترض عليها من خلال قناة اليوتيوب. اهلا بأحمد صلاح السعدني في قناة نادي الزمالك. لا وحتة تانية قالك ما بيخليش اي حد عايز ينزل انتخابات او ياخد فرصة الا ويبدأ تشويه فيه. طيب شوف حد من الناس اللي عايزة تنزل انتخابات وجرب بس تقول انا هعمل حلقة هستضيفه بس يقول رأيه بدون اي تجاوز او يقول برنامجه الانتخابي. جرب وبقى شوف. مش هتخسر حاجة. مش هتخسر حاجة صحيح. لا ما مش هيخسر حاجة خلاص احنا.